الرئيس، شكرا للسيد المستشار على هذا السؤال هذا المهم. بغيت نشير ان الخطوط الملكيه المغربيه وايضا الشركه العربيه للطيران هما اللي تيقوموا يعني بالطيران داخل المملكه، وتولاو اهميه خاصه للجوده ديال الخدمات اللي تقدموها للزبناء ديالهم على متن خطوطهم، وذلك عبر توفير خدمه تترتقي المعايير ديال الجوده الدوليه في مجال النقل الجوي. عرفت مؤشرات احترام مواعيد انطلاق الرحلات تحسنا خلال الاشهر الاخيره، حيث سجلت نسبه تصل الى 85% على جميع الرحلات و90% بالنسبه للرحلات الداخليه بالنسبه للخطوط الملكيه المغربيه. في بعض الاحيان بعض الاكراهات تطرح تاخير او تاجيل مواعيد انطلاق بعض الرحلات الجويه كما هو الشان بالنسبه لجميع الشركات ديال الطيران. من بين هذه الاسباب نقدروا نذكروا بعض المرات مشكل ديال الحاله التقنيه ديال الطائره، او اكراهات اخرى طبيعيه او مناخيه خاصه ببعض المطارات اللي تتعرف احيانا ضباب كثيف تاثر على الحركه الملاحه، وبالتالي تجبر الشركات على تاجيل مواعيد الرحلات او على برمجتها في مطارات قريبه من هذيك المدن باش نخفوا من الضرر على الركاب. موازاه مع ذلك تتحرص الشركات الوطنيه للطيران على التواصل مع الزبناء ديالها الان عبر التكنولوجيات الجديده، عبر رسائل الكترونيه، رسائل قصيره، او من خلال مراكز النداء باش تشعرهم بكل المتغيرات اللي تطرا على المواعيد ديال الرحلات الجويه مع تحملها ملي تيخص مختلف التكاليف الناجمه عن ذلك من قبيل الاقامه او التغذيه عندما يستغرق التاخير مده طويله. وشكرا.